تود وزارة خارجية مملكة البحرين أن تلفت عناية كافة المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين حاليا في جمهورية السودان لضرورة تسجيل بياناتهم الشخصية لدى سفارة المملكة بجمهورية السودان. يأتي ذلك لتسهيل التواصل الفعال مع المواطنين ولضمان الحفاظ على سلامتهم وتقديم المساعدة في حال الحاجة، وعليه يرجى من المواطنين الكرام التواصل مع سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية السودان لتسجيل بياناتهم على الأرقام المخصصة أو التواصل مع مكتب المتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة. كما تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين الكرام الراغبين بزيارة جمهورية السودان تأجيل رحلاتهم حتى إشعار آخر. وانطلاقا من حرص الوزارة على أمن وسلامة المواطنين المتواجدين في جمهورية السودان، فإنها تشدد على ضرورة التواصل الدائم والتعاون المشترك مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل وأكثر فاعلية. وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمواطنين البحرينيين المتواجدين في جمهورية السودان الاطلاع على آخر المستجدات من خلال متابعة حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الخارجية وسفارة المملكة في الخرطوم.